Ismail Samoni di Bukhara, salah satu raja yang juga membantu penyebaran agama Islam di daerah Uzbekistan. اللهم فقنا بالدين وعلمنا
ditakwil. Amin. Amin. اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل السعادة والبركة والتقوى والتوبة والمغفرة والإيمان والذكر والصلاة على النبي والصلاة في الجنة رب العالمين وأهل السلامة وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال ومن أهل البير والجهل ومن أهل القدر والأبي اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان ثبتنا بالتقوى والاستقامة ثبتنا من أهلك بكلمة الإخلاص ثبتنا بأهل السنة والجماعة ثبتنا على هذه الطريقة دينا والمرشدين طريقة إلى الجنة العالية يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله إجابة السائلين فاعلم